لما نزل جاد فادر في السينما الناس اتخضت والنقاد والمشاهدين كلهم انزعجوا جدا من اضاءة الفيلم، وبعضهم قال ده احنا حتى مش قادرين نشوف عيون مارلون براندو لان الظلام ده كان وقتها شيء غريب على العيون. لكن مدير التصوير جوردن ويلس والملقب بامير الظلام بيرد على الانتقادات دي بانه كان قاصد، ما ينفعش قصة زي دي في مجتمع زي ده تتعرض في النور. عالم جاد فادر هو عالم الشر فيه هو البطل، هنا مفيش ضوء، الضوء الوحيد هو مايكل، ضابط الجيش اللي ملوش أي علاقة بتاريخ عيلته الإجرامي. It's my family, it's not me. وبتقدر من أول ربع ساعة تشوف الفرق بين عالم النور وعالم الظلمة والفساد. أول مرة بتشوف الجاد فادر بتشوفه من ورا، من فوق الكتف، عشان يسمح لخيالك يشتغل ويرسم أبشع وأقوى صورة للشخصية، زي ما عمل تارنتينو بالظبط في بالب فيكشن مع مارسيليس والاس. وحتى لما بيطلع للنور ما بتقدرش تشوف عينه، الراجل ده ما ينفعش تشوف اللي جواه، اللي جواه ظلام دامس، ما تقدرش تشوف أفكاره أحاسيسه أو دوافعه أو تتنبأ بردة فعله. على عكس الابن الكبير سونيل اللي طول الوقت قادر تشوف تفاصيل وشه المنور وقادر تتوقع افعاله ودوافعه، وعشان كده ما كانش ينفع ابدا سوني يكون الجاد فادر. جوردن ويلس بيصر ان طول الفيلم ما يستخدمش اي تكنيكس حديث في التصوير، وان كل المشاهد تكون بكاميرات ثابته بي او في كان واحد قاعد بيتفرج، حتى الزوم اتعمل في اضيق الحدود، والمرتين دول بينتهوا عند الجاد فادر. ومش هتلاقي ابدا في الجزء الاول لقطات جويه، وبعد خناقات كتير مع فرانسيس مخرج الفيلم قدر فرانسيس يضحك على ويلس في مشهد محاوله اغتيال الجاد فادر ويقنعه ان اللقطه دي ما تعتبرش جويه يا ويلس يا حبيبي، ده كده يعتبر منظور برضو، بس المنظور بتاع ربنا اللي شايف ومتابع وبيصير الاحداث. مش سهل برضو فرانسيس كوبولا. بعد محاوله الاغتيال دي بتتشقلب الاحداث وبيبدا يتدخل مايكل لحمايه ابوه اللي اتغدر بيه واصبح في المستشفى بين الحياه والموت، وفي المشهد ده بقى بتتجلى عبقريه فرانسيس كوبولا. اثناء حمايه مايكل واحد الزوار اللي جه بالصدفه لوالده بتيجي سياره تقف قدام المستشفى ويبدو ان فيها قتله ماجورين لاكمال عمليه الاغتيال، لكن بذكاء مايكل بيحط ايده في جيبه وكانه معاه مسدس، القتله بيخافوا وبيمشوا. بعدها بيظهر التوتر الشديد على الزائر العادي اللي ملوش اي علاقه بالموضوع وحياته تعرضت للخطر، مايكل بيولع له وهنا لنا وقفه. بعد ما بيولع له بيبص الباتشينو على ايده نظره غريبه شويه، مايكل هنا بيتفاجئ بثباته مقارنه بالشخص العادي، مايكل هنا بيعرف انه مش عادي وانه يقدر ياخد موقف وانه يقدر يشارك. وبعدها بشويه بنشوف ازاي فرانسيس كوبلا بيتوج مايكل على عرش العائله. باختصار بيبدا المشهد بسيطره كامله من سونيل على غرفه الاجتماع، لاحظ وقفه رجاله العيله في ظهر سونيل وباين الخلاف اللي بينه وبين توم، وبيعدوا على الاخ مايكل كده ولا كانه موجود اصلا. سونيل بيتراجع عن رايه، توم بيرجع تاني، ومايكل بيخطف الكادر بدون ما اي حد يتوقع. ومن هنا كل التركيز بيكون عليه، كرش كلامانزا بيقفل الكادر، توم في ظهره بيدعمه، وسونيل مع السلامه، والكاميرا بتبدا تتشفط من خلال الجاد فادر الجديد اللي عينه بتبدا تظلم وبيبدا تدريجيا وشه يختفي بالكامل خلف الظلال. جوردن ويلس فنان حقيقي بيتعمد اظهار النور والجمال في مشاهد سيسيليا. اللي كلها كأنها لوحات زيتية لكارافاجيو دافنشي، وبحب قوي افتتاحية الجزء الثاني البسيطة العميقة جدا واللي بتشبه لحد كبير لوحة كارافاجيو لولد جميل ونظيف بيسيب الفاكهة الصالحة وبيختار انه ينظف الفاكهة اللي عليها عفن ككناية على كيفية مقاومة الانسان لمغريات الحياة، وهو ده كان اصعب سؤال لمايكل بعد ما بقى الجاد فازر في الجزء الثاني، ازاي هيقدر يقاوم مغريات الحياة السلطة والنفوذ والمال. تفاصيل صغيرة قوي في الديكور وعناصر المشهد لكن تأثيرها كبير قوي في توصيل مغزى القصة، زي الفروقات اللي بنشوفها في غرفة المكتب واللي بتعكس لنا الفرق بين قيادة وشخصية فيتو ومايكل. الغرفة في قيادة فيتو كانت ضلمة جدا، أما في عهد مايكل فأصبح فيه نور أكتر. مكتب فيتو كراسيه غير موجهة لنقطة معينة عشان يخلي تركيزك بس على فيتو، ولما هتيجي تبص على أي حتة تاني في الكادر عينك مش هترتاح، مفيش راحة في حضرة فيتو كورليوني.
الكراسي مريحة وفخمة جدا، لكن الكرسي بتاع اللي بيطلب خدمة من فيتو غير مريح ومش متبطن. تجربة التعامل مع فيتو غير مريحة تماما. انا حتى مش راضي عن نفسي وانا بقول فيتو حاف كده. اما في عهد مايكل توجيه الكراسي بيتغير، وبنبدأ نشوف كنب، وبيبدأ يتكون شكل دائري للالتفاف حول مايكل ودعمه لقيادة العيلة. مايكل اللي عايز يقنن اوضاع العيلة ويخرج بيها من دايرة المافيا والاجرام، والديكور بيقول لنا ده بألوان الحيطة الجديدة بدل ورق الحائط القديم، وبإزالة السجادة اللي على الأرض. كلها رمزيات لبداية عهد جديد مشرق، ولكنها بتقودنا لسؤال أعمق: هل التغييرات البسيطة دي بتدل فعلا على تغيير حقيقي هيحصل، ولا هي مجرد طلاء وقناع جديد لجاد فاذر أشد شراسة؟ الجميع يعلم ان الكحوليات هي جزء اساسي في ثقافة اي امريكي من اصول ايطالية، وحتى التفصيلة دي فرانسيس وويلس ما نسيوهاش. الحفلات وايت واين، الاجتماعات العائلية ريد واين، اما الاجتماعات الخاصة بالعمل فالسكوتش هو المشروب الرسمي. ولما كاي بتدخل في دايرة الشك في اخلاقيات جوزها مايكل، مش بنقدر نشوف المشروب اللي بتصبه عشان يشربوه سوا. هل المشروب مشروب العيلة اللي بيرمز للامان والاحتواء، ولا صبة سكوتش وحبيبها خلاص أصبح علاقته بالجميع بما فيهم هي علاقة بيزنس؟ أكيد حلقة الدقائق معدودة مش هتقدر تحصر كل إبداعات الفيلم، لكن حبيت أختم الحلقة دي بمشهد ختام حياة فيتو كورليوني. فيتو بيلعب بحفيده وباين عليه التعب وإرهاق، وبملابس غير رسمية. فيتو بيخلع عباءة الجاد فاذر. مادة إيده دي بتورينا قلة الحيلة. فيتو الوحش اللي الكل كان بيخاف منه وبيعمل له ألف حساب، لسه بيحاول يعمل وحش، لكنه أصبح وحش يدوبك يقدر يخوف عيل صغير. بيكمل فيتو لعب مع حفيده، ولكنه مش بيقدر يقاوم لحظة الموت وبيموت وسط الزرع. فرانسيس هنا عايز يقول لنا إن بذرة العيلة ومؤسسها واللي زرعها ورعاها وكبرها مات. كان معاكم إسلام عاكف، شكرا والسلام عليكم. But don't ever take sides with anyone against the family again.